أحزان جديدة في بلاط صاحبة الجلالة. فبعد أيام من رحيل الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي، توفي الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، متأثراً بأزمة قلبية أصابته بعد مسيرة عاصر فيها أحداثاً كبرى هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث من ثورة 25 من يناير والثلاثين من يونيو، التي أرخها في كتابه الأخير سنوات الخماسين، أول أجزاء ثلاثية الجمهورية الثانية التي كان ينوي تقديمها. ولد الراحل ياسر رزق بمحافظة الإسماعيلية عام 1965، أحب الصحافة والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأثناء دراسته بالجامعة حصل على فرصة للتدريب على فنون الصحافة داخل دار أخبار اليوم، حتى تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1986 ضمن الدفعة الأشهر من خريج الكلية. عمل رزق عقب تخرجه في مؤسسة الأخبار وتنقل بين أقسامها حتى استقر كمحرر عسكري ومندوبا للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى عام 2005، جامعا بين موهبتي الكتابة والإدارة قبل أن يتولى رئاسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، ثم يعود إلى مؤسسة الأخبار رئيسا للتحرير قبل أسبوع من اندلاع ثورة 25 من يناير، حتى أطيح به على يد جماعة الإخوان التي توغلت في مؤسسات الدولة عقب ثورة يناير. انتقل ياسر رزق من بيته في أخبار اليوم إلى رئاسة تحرير جريدة المصري اليوم في أغسطس 2012، ولمدة 15 شهراً انتهت بعودته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم في مرحلة دقيقة من التاريخ المصري، وكان صاحب أول حوار مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر آنذاك. خلال سنوات تألقه عانى رزق من مشاكل في القلب وأجرى جراحة دقيقة أمهلته الوقت ليطلق مشروعه عن الجمهورية الثانية التي كان أول إصداراتها كتابه القيم سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص، الذي تضمن من موقع الشاهد معلومات ومواقف كشف عنها للمرة الأولى. رحل ياسر رزق صباح الأربعاء 26 من يناير لتخيم حالة من الحزن على الوسط الصحفي والساحة الإعلامية، وينعيه الجميع بكلمات مؤثرة ترصد شجاعة قلمه وموهبته ومواقفه الإنسانية.